من ضمن المشاهد اللي كانت في النهائي مشهد مميز جدا جدا لمدير الكرة في النادي الأهلي حكاه عن علي معلول. خلينا نطلع نشوف هذا المشهد ونرجع نتكلم. علي واحنا بنقرا الفاتحة قال احنا جايين ناخد الدوري، سوري ناخد بطولة افريقيا، وهنتعرض لكل حاجة وممكن يجي فينا جول، بس نفتكر ان احنا السنة اللي فاتت جينا هنا وخرجنا من الملعب ده واحنا خسرين البطولة، احنا مش هنخرج بالبطولة، مش هنخرج من الملعب ده غير واحنا واخدين البطولة. ده كلام علي معلول اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ، ان علي معلول قال هذا الكلام للعيبة قبل بداية مباراة الوداد في مركب محمد الخامس. لعيبة نازلة الماتش النهائي بالروح اللي حضراتكم سامعينها وبالحماس ده، لازم يكسبوا هذه البطولة. علي معلول القائد هو كمان أشعل حماس اللاعبين، ولكن بطريقة تانية وفي وقت تاني. بدأها محمد هاني بعد المباراة الأولى مباشرة، ونهاها علي معلول قبل بداية المباراة التانية مباشرة. وخلي بالكم هو قال إيه؟ قال اعمل في حسابك إن ممكن يخش فينا جون. لازم تكون مقتنع كأهلاوي أو كلاعب في نادي الأهلي إن أنت تقدر تعوض، وده اللي حصل. لقطة تانية ومهمة، وكانت بدايتها الموسم اللي فات واتكررت الموسم ده. خلينا نشوف اللقطة ونرجع. محمد عبد المنعم وروح الفانيلا الحمراء، محمد عبد المنعم في المباراة الأولى عمل إيه؟ قال لهم شاور لهم على النادي الأهلي وقال لهم إحنا رقم واحد. في مباراة السنة اللي فاتت اللي إحنا خسرناها لأسباب الجواب اللي استخبى. ولكن رسالته كانت واضحة لجمهور المغرب الشقيق، إيه؟ إحنا النادي الأهلي رقم واحد. صح؟ طيب إيه اللي حصل؟ زي ما حضرتك شفت، ربنا كرمنا، علي أوفر، عبد المنعم هدف كلنا شفناه طبعا. هو الكلام اللي بيتقال ان احنا ما شفناهوش ده سيبكم منه، كلنا شفناه، بس يمكن ما شفناهوش من الفرحه، لكن ماشي كلنا شفنا الهدف. محمد عبد المنعم احتفل ازاي؟ رقم واحد. وفي النهايه زي ما قال كابتن محمود الخطيب، اتس نوت فير. لما تحقق العدل، كابتن خطيب قال اتس نوت فير. لو تفتكر عندما هزم النادي الاهلي في البطوله السابقه اللي هي السنه اللي فاتت في مركب محمد الخامس، وعندما حاول رئيس الاتحاد الافريقي ان هو يراضي كابتن خطيب قال له ايه؟ قال له اتس نوت فير. فعندما تحقق العدل، محمد عبد المنعم عاد من جديد واحرز هدف مره اخرى، استطاع أن يفوز به النادي الأهلي بهذه البطولة المهمة جدا. العزيمة هي اللي بتحقق الانتصارات. المشاهد اللي حضراتكم بتشوفوها هي دي اللي بتوصلنا لكده. مشهد ورا مشهد ورا مشهد ورا مشهد، نصل في النهاية إن احنا نمسك الكاس ونرفعه وإن الجمهور يفرح.